عن الدور ده. ما شاء الله ما شاء الله، مبارك لها الف الف مبروك ليها ولهشام وشيماء وعمر، بجد ابدعوا وعملوا شغل عالي جدا واتشاف جدا ما شاء الله، ونجح نجاح رهيب وكومنت كلها فانا مبسوطه بيها جدا جدا. اكيد في ابن الامثال كمان بطوله الجديده البابا في الدراما، هتيجي معاه ولا لا؟ لسه مش معروف. بس واضح ان في حاجه. ما اعرفش. السوشيال ميديا انتوا قلبين الدنيا على السوشيال ميديا كده، فعرضينا في جديد هتعملوها على السوشيال ميديا كمان انت قليله. والله طب ايه الجديد ليكي برضه في التمثيل؟ بعمل نفس الاغراض دلوقتي في رمضان ان شاء الله. طب عن دورك بقى. رغده بنت سعوديه طالعه بنت اخت احمد السقا من الغزالي، ودور هي بنت بسيطه قوي برضه كده بس صعب جدا الناس بتستقبل جواك ازاي انت وليلى كمان بعد ما كنتوا لسه صغننين قوي وفجاه بقوا انسات زي القمر؟ الحمد لله ان بابي عمل لنا جو ان احنا نفصل، ده الحمد لله هو عمل كده لان فعلا ده فرق، عشان ما كنا بنقعد نقول بقى دور الاطفال، لا لا دلوقتي الموضوع فارق معاهم الحمد لله، فده فرق في نفسي. نشكرك جدا يا ملك ونورتي.